على أحد الدور المنوط بعمل المختار حيال وجود إشكاليات بين بعض فئات المجتمع من أقارب وجيران، ولكن هل دوره يكفي لحل هذه المشكلات بين العائلات؟ وما مدى تأثير الحل العشائري في الخلافات؟ لنرى رأي الناس حول هذا الموضوع، ابقوا معنا. المخاتير لهم كان دور سابق قديم، تمام، وكانت الناس والعائلات تسمع لهم. بس في الأيام هذه، الفترة هذه اللي جاي احنا عايشين فيها، الشعب تغير، نفسية الناس تغيرت، تمام، فكل الإمكانيات للناس الكبار، وكبار الناس الكبار ماتوا، تمام. لقيت جيل جديد ما بسمع، جيل الإنترنت ما بسمع ولا بعرف ولا بتعلم، تمام. للمخاتير لهم دور كبير جدا في العائلات، كل مختار له في عيلة، العيلة بتقدر تحل مع المختار لأنه كبير العيلة، بس لقيت ما فيش ناس يسمع له، هذه المشكلة الكبيرة. أولا الشعب الفلسطيني مستهدف من العديد من الجهات، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول طمس الهوية الفلسطينية، إلى أننا يجب علينا الالتزام بالقانون الفلسطيني المشرع من قبل المجلس التشريع والقيادة الفلسطينية. فالجميع باعتقادي إذا بيلتزم بالإجراءات القانونية والقانون واللوائح الفلسطينية تكون الأمور جيدة وعلى أكمل وجه إن شاء الله. نثمن موقف اللجان العشائرية ولجان الصلح بحل أي خلاف، ولكن مشروط بالإجراءات القانونية المتبعة بدولة فلسطين. المختار له دور كبير في العيلة وحوالي الجيران وقرايب وأصحاب وكل شيء. أكيد حل المشاكل أهم شيء بالطريقة الودية وعدم اللجوء إلى العنف، لأن العنف بولد عنف طبعا، وهذا مش مستحب. بالنسبة لي المخدر بيقدروش يحلوا المشاكل الكبيرة اللي فيها دم، يعني الدم بالدم بس، يعني أنه تتدخل الجهات الرسمية، الجهات الأمنية توقف تفض المشاكل، وكثرة السلاح، يعني السلاح كثر بمجتمعنا الأيام هاي، لازم يخففوا منه، يعني الجهات الأمنية الجهات الرسمية المعنية، أنه إحنا ولاد شعب واحد، المعنية أنه تضل الوحدة الوطنية وإحنا عدونا واحد وهدفنا واحد اللي هو الاحتلال الإسرائيلي، ولازم يعني الجهات الأمنية والجهات الرسمية تتدخل بالموضوع وتفض الشجرات هاي اللي بتصير. بعتقد أنه في قضايا يمكن أن يحلها القضاء العشائري، ولكن عندما يعجز القضاء العشائري والمشكلة تستمر أشهر وأيام وسنوات، إذن لابد من القانون أن يأخذ مجراه وأن يتدخل القانون ويضع حد لمثل هذه الإشكالات حتى لا تتفاقم وتتوسع دائرتها. من يعادي العشائر لا يستطيع أن يحكم، قاعدة خضعت للاختبار في فلسطين وترسخت مع الزمن، فلا تجد خلافا بين العائلات إلا وكان للعشائر من إصلاح ذات البين نصيب كبير. فاتن عياد الحميدي لوكالة سند للأنباء.